عاطف، ادخل يا عاطف. ادخل يا وش المصايب. انا اللي وش المصايب ولا المصايب هي اللي بتتحدف عليا؟ الاوضه دي انا لسه منظفاها ومرتباها امبارح، بس لحقت تنكشها وتبهدلها كده ازاي؟ عايز افهم انت ايه يا اخي؟ هي دي الاستباعة بتاعتك؟ بقولك ايه يا عاطف، انا مش ناقصاك، ولازم تفهم ان كل الايام مش زي بعضها. تعالي بس، عايزه. خد بالك انا اختك الكبيره، يعني اقدر اضربك. كنت ضربتي اللي اترزع عليكي في الشارع. ومين قالك ان انا ما ضربتوش؟ هو صحيح ما فيهوش اصابات، لكن اللي حصل بقى انما ده اخد حقه وزياده. لا والله يا وحياتك ما خد كفايته، انا هعمل لك فيه عمايل، هخليه عبره لكل الناس، حتى عشان بعد كده لو عايزه تمشي في الشارع عريانه الناس ما تبصش عليكي خوفا وادبا. احتشي قليل الادب، امشي عريانه ازاي يعني؟ ما تتلم وتحاسب على كلامك يا بنت. بقول لو يعني انت هتمشي عريانه بجد مجازا يعني. هقول لك ايه، ما انت ديك البرابر. طب بقول لك ايه، انا عايز منك خدمه. ايوه اكشف عن نفسك، اكشف. عايز ادي هديه لواحد عزيز عليا قوي قوي قوي، وانت اللي تعمليها. صينيه بسبوسه. الله ينور عليكي، صينيه بسبوسه بالبندق وواحده كنافه بالقشطه، بس الاثنين يبقوا ايه، سوبر لوكس. هات انت البندق والقشطه وكل اللي يخطر على بالك، والصنعه سيبها عليا انا بقى، وعزه جلال لله لعمل لك صينيه بسبوسه وكنافه الحلواني اللي بنى مصر ذات نفسها ما يعرف يعمل زيه. صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب. حصل له ايه يا سي عرف؟ مش قتل واحد، عايروا بيك والحكومه مسكته. طب ايه رايك بقى انه صعب عليا خبر عكر زي وشك؟ مسهرك لحد دلوقتي يا بنت؟ مش جاي لي نوم. ابو قاعده بره ليه؟ الرئيسه نايمه وطافيه التلفزيون، مش لاقي حاجه تسليني. اتاخري شويه. اتاخري يا بنت شويه. حاسب هتقعد عليا. مين الست اللي بتغني في التسجيل ده؟ دي نعناع. حسها وحش. جزاي القمر، ده الفرح عشان يبقى فرح لازم تكون هي صاحبة الليل. صاحبة الليلة؟ طب بقول لك ايه؟ هتيجي نبعد بره شوية كده. ونبعد ليها فرخ، اوعى ايدك. عشان نعمل ليلة وتبقي انت صاحبة الليلة. ما كانش ينعز.
طب اتغطى عشان برد يعني. ما يحكمش. جرى يا بت؟ انا اللي هيتقلي ما يحكمش ولا ايه؟ الله، انت فاكراني لسه شايفك امبارح ومعرفش انت ايه؟ بقول لك ايه، المخزن قدامك، واجيك عارف طريقك وعارف مين بيستنى رجعتك. شغلك انت تمام يا مسامسم. حوش ايدك ولم نفسك يا بت. ما يصحش كده، ما يصحش. ده انت ليكي تحت كل كوبري نومه ومنعمه تراب الخرابات. يبقى زيك زي غيرك. يعني ايه مبسوطه؟ يعني كله بحقه، ما عندي حاجه ببلاش. يخرب بيت اهلك اذا كان ليكي اهل. انت يا بت طلعتي كده؟ ما فاكرني بنام تحت الكباري مزاج ولا ريحه الخرابات بتكيفني؟ كله بحقه يا فرخ، وكفايه اني بستحمل الرمم اللي زيك. طب اوعي. كله بتمنه بتاعت الخرابات. الله العظيم. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه؟ ايه يا فرخ؟ عاوز ايه؟ عاوزك يا منيلة بتمانين نيلة. عجايب، واحنا مش سبق وما اتفقناش؟ انا عن نفسي مستكفي يا روح امك، انا عاوزك لواحد صاحبي. يخرب بيت اللي جابوه، انت ناوي تشتغل شغلانة العفشة دي؟ فشر يا مدودة، ده انا موت من الجوع ولا اشتغلش شغلانة عفشة زيك. هي كل العبارة ان في واحد صاحبي ملوش في الحريم خالص وعايز اقدم له خدمة. ما هي بتبتدي في الاول خدمه وبعد كده بفلوس. مبروك عليك، بس انا لا. مش فاهم. يعني انا مش من اياهم يا فرخ، ولو كنت من اياهم كان زمانك لقيتني في كافيتريات واوكندات وسط البلد، وعلى عينك يا تاجر، مش ناقصني حاجه، كم هدمتين عاديين وصباع احمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وايه اللي حايشك يا اللي متبغداده؟ الله، ما انت طول عمرك شغاله في العفش والرخيص. بمزاجي، حره نفسي، اللي عاجبني اقول له اللي ما عاجبنيش اقول له لا. مبسوطة؟ صاحبي اللي بكلمك عليه عذراء، أبيض يا ورد، يعني أي ست تدفع فيه فلوس. وأنا مالي، هيدفع؟ أنا عايز أعمل له مفاجأة، والحساب عندي وبزيادة. الله يكسك يا ابن اللي ملهاش اسم في الدفاتر. شكله إيه صاحبك ده وفي أي دهي؟ قومي بس الأول البسي هدمة نظيفة واشطفي نفسك بدل ما تخش عليه زي يومين الغولة. إذا كان عاجب، 5 جنيه مجمدة وباخد مقدم. يلا بيت. جبت لك العروسة. مين دي؟ الحريم. دي حريم؟ الله، أيوة. وجايبها تعمل ايه هنا؟ جايبها عشانك. عشان أنا؟ دي المصيبة السودة، عشان تهلس. هلس مع دي؟ مالها دي؟ عايز نعطفلك من فوق الشجرة يعني؟ احنا اللي عندنا اللي موجود وقيع من تحت الشجر. عاجبك شيل من على الأرض، مش عاجبك عض في الأرض.